الخطوة الثالثة المحاسبة. محاسبة هذا بعد العمى، يعني واحد بالليل قبل ما ينام يفكر اليوم شنو سويه. نذكر قصة ونختم الموضوع. كان هنالك عالم، كاتبين عنه كان فقيها صالحا في أحواله، واسم هذا العالم السيد حسين الحائري الفشاركي. هذا ابن أخو السيد محمد الفشاركي العالم الكبير المعروف الذي له كرامات. يقول: يوم من الأيام رأيت في الطريق مرتاضا من المرتاضين، واسم المرتاض الملا فتح علي، أحوال مذكورة في دار السلام. إذا واحد يريد يراجع أحوال الملا فتح علي في دار السلام مذكورة. يقول: شفته فقال لي الملا فتح علي: ماذا تدرس؟ قلت: كذا وكذا. قال: وهل تمارس الرياضة، الرياضة الروحية؟ قلت: لا. قال: تعال للبيت حتى أعلمك الرياضة. يقول: ذهبت إلى بيته، السيد حسين الحائري ذهب إلى بيت الملا فتح علي فعلمني الرياضة، رياضة الأربعين يوم بأسلوب معين. أكو منهج لرياضة الأربعين يوم، علماء الرياضة الأخلاقية يعرفون تفاصيلها. مثلا أفرض واحد ما يأكل لحم 40 يوم وكذا وكذا، أشياء معينة. يقول: عندما رجعت للبيت عمي السيد محمد قال لي: أين كنت؟ قلت له: كنت عند الملا فتح علي. قال: شنو قال لك؟ قال: أعطاني منهج الرياضة الروحية. السيد محمد الفشاركي مو إنسان عادي، مجتهد عظيم ومربي المجتهدين، وهو الأستاذ الأعظم للشيخ عبد الكريم الحائري. مو رجل عادي، مجتهد، محقق، مدقق، له كرامات، فكلامه مو كلام إنسان عادي. قال: هذه الرياضة للآخرين، اترك هذه الرياضة، أنا أعطيك أسلوب آخر من أساليب الرياضة، وهذا الأسلوب المجدد الكبير صاحب قضية التنباك هو الذي يشتغل به، مشتغل بهذه الرياضة. قلت له: شنو هذا الأسلوب؟ شنو هذا المنهج؟ قال: كل ليلة عندما تريد تنام أخذ السبحة بإيدك وفكر اليوم من الصبح إلى هذه اللحظة شنو مسوي أنت؟ كم ذنب سويت في هذا اليوم؟ كم نظرة، هذا مني طبعا، هذا اللفظ، كم نظرة إلى الأجنبية نظرت؟ 1، 2، 3، 4. إذا واحد صاحب دكان مبتلي للنساء وشوية تقوى ضعيف يمكن 50 واحد يحسن. كم غيبة في هذا اليوم سوينا في هاي الساعتين؟ ذاك الرجل قال: في قعدة واحدة بعد الظهر حسبت ما أدري 24 غيبة قاموا يسوون واحد واحد. المهم كم غيبة، كم تهمة، كم سوء من الأخلاق، هاي الأمثلة مني. إذا واحد هو يريد أعظم، كم خاطرة سوء مرت به اليوم؟ الصبح صلى لو ما صلى، صلاة صارت قضاء، كذب أو ما كذب، أخذ السبحة وأحسب، شوف كم ذنب سويت في هذا اليوم. هاي في الليلة الأولى، وفي الليلة الثانية، وفي الليلة الثالثة إلى 40 ليلة. هاي رياضة الأربعين، مو تلك رياضة الأربعين أنه واحد لا يأكل لحم حيواني أو لا يأكل دهن حيواني أو لا يأكل أي شيء حيواني، هاي رياضة الآخرين. أما رياضة أهل العلم فهي هذه إلى 40 ليلة. إذا في ليلة 40 كل ما فكرت من الصبح إلى الليل شفت لم تستطع أن تجد ذنبا واحدا،
هذا معناه أنك نجحت في هذه الرياضة. فإذا شفت في ليلة الأربعين ماكو شيء، ماكو ذنب، أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وصمم على أن يكون كل عملك لله. هذه هي الرياضة. هذا كلام السيد محمد الفشاركي لابن أخيه السيد حسين الحائري الفشاركي.